لما نشوف طلابنا بيشرحوا. انا اليوم كنت طالبه كثير، ما بعرف اذا كنت شاطره ولا لا. فاول شيء كان شغفي اني اتخصص بالنانو تكنولوجي للاكتشافات الدوائيه، هو مرض والدتي. قبل 23 سنه الدكتور والدتي قال لي خلاص والدتك ما في لها دواء، خذوها على البيت ويعني نحضر العصر. فظلت بذاكرتي وظليتني اقرا اكثر واسال واستفسر
اكثر، فخلاني اني انا اختار تخصص النانو تكنولوجي بالاكتشافات الدوائيه. طبعا بعد 23 سنه من البحث والدراسه، يعني انت ما بتحكي عن فصل ولا مرحله دراسيه بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، انت بتحكي عن 23 سنه من البحث لعبين ما حصلت على جائزه اللي هي الانوفيشن اوف ادكيشن بلس النانو ميديسن اللي هي الادويه النانويه. فهلا العالم كله، مش كل ما احنا شفنا الفيديو، مش كل ما اشي انه كبر اشي واو، لا، زمان كان مثلا الحاسوب كان اشي كبير او احجام كبيره، هلا لا، كل ما صغرت اشي كل ما كان افشنسي اكثر، او هذا اللي ترند العالمي اللي هو للاشياء الصغيره الصغيره جدا. فلما اجينا نشتغل بالنانو تكنولوجي بالاكتشافات الدوائيه، عندي طبعا ابحاث بمجال الامراض المستعصيه. اول شيء بلشت الانتي كانسر، وبعد 20 سنه من ما انا خلصت انتي كانسر بلشت اشتغل انتي بايوتيك، لانه دبليو اتش او نادت العالم انه بلشت المضادات الحيويه ما تستجيب او البكتيريا ما تستجيب للمضادات الحيويه. فعملنا ابحاث في المضادات الحيويه، واخر شيء لانه الدايابيتس او مرض السكري كثير كثير انتشر، فصرنا يعني نتجه لايش في العالم اتجاهات نتجه له، هدول الثري فيلدز. طبعا في البحث الاخير هلا صرنا نشتغل على الاوتيزم اللي هو مرض التوحد، ابحاث مدعومه من وزاره التعليم العالي ومن الجامعات انه عن طريق الخلايا الجذعيه نعمل ناخذ خلايا جذعيه من نفس البيشنت ونرجع نعمل له انجكشن بالخلايا الجذعيه لإله، البيهيفير بصير يعني البيشنت هو افضل، بيقلل السيمبتومز، بصير له اي كونتاكت لهذا المريض، بتصير الام تقدر تحكي معاه، بصير عنده نطق افضل، يعني السيمبتومز بتقل الاوتيزم، بس مش انه لحد الان انه لقوا له دواء. هلا دوركم، يعني انا الحمد لله لقيت دواء لوالدتي، صح انها توفت لكن سجلت بيتنت براءه اختراع وجينيس ريكورد ومشيت بطريق انا اخترته. هلا دوركم، صح ولا لا؟ انتم معي؟ معك. اللي معي يرفع عنده. يس، عشان هيك انا اليوم بدي، طبعا انا شفت حاله من طالباتنا ما شاء الله عنها ودائما انا بتابعها. الله اعلم وين انا كنت قبل ما اجي هون على الجامعه، لكن اجيت اليوم بالرغم من الظروف الصعبه جدا جدا، اجيت فقط عشان ادعم طلابنا، وعشان انا لما هون اجيت بالجامعه شفت دكاترتي وحطيت بعقلي وحطيت هدف وضليتني مستمره 20 سنه تا حققت هذا الشيء. فانتم بامكانكم انه مش بس فصل وفصلين واسبوع واسبوعين، لا، هاي حياه انت بتختاريها، انت بتقولي انا بدي اكون بهذا المجال، انا بدي اكتشف شيء مش لاقين له حل. مثلا هلا اغلبيه الامراض المستعصيه اللي هو الكلى، في فشل الكلى، دائما بحكي للطلاب انه يدوروا بهذا المجال. الاوتيزم بلشنا شغالين عليه، سيمبتومز يعني شويه افضل، وهلا اللي بلشوا ينسوا لانه في عندي قرايه الزهايمر. يس، فدائما بحكي مش انا بدي اخوض، خلص انا بدي اسلم لكم انتم تمشوا، يعني انا مش 23 سنه دوركم هلا. فيعطيكم الف عافيه، وانا كثير كثير فخوره جدا، يعني سعادتي لا توصف لا توصف، لا اجمل. يعني هون صرنا نحكي عن انه ايش شعوري لما اخذت كاس العالم للاختراع والبحث العلمي، لما رئيس الوزراء كرمنا، لما اخذت جوائز من رئيس الجامعه وفرحت اهلي، لكن الفرحه عن جد عن جد اجمل اذا شفت طالبتي ناجحه وشفت بنتي ناجحه. هذول يعني اكثر شيء انا بكون اكثر فرحه بالحياه بالنسبه لي، ما بعرف بالنسبه للناس الاخرين، لكن انا بالنسبه لي اليوم سعيده جدا وفخوره فيكي، وان شاء الله باجي لما تكوني مهد الدكتوره. ان شاء الله. صدقا احنا جدا 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 اسعدنا وجودك والله يا دكتوره. الله يسعدكم ان شاء الله، بشوفكم فخورين جدا لانه دكتوره زينا زيك، يعني تكون موجوده معنا.
يعطيك العافية.